ضيافتي مسامي، جيت اليوم قصادة أنا وأخي أبو أيمن المحامي، وهيا كمان في معي إجا أخونا وحبيبنا شلواكي بالخير أبو الولد. أهلا وسهلا أبو الولد. فإحنا جينا أنا وأبو الولد لهون مع المحامي أبو أيمن مشان نشوف يعني بدال الدينار ياخذ الغر ياخذ الغرغر الغرغر الغبره بلا الغر الغراب الغرغر الغروف الغر كم حرف كم ال ار اف ات ست غرفه الغرفه مشان نشوف الغرفه هيدا ابو الولد بدال الدينار. يا ميت اهلا وسهلا فيكم، شرفتوا اختي ام سامر. باذن الله ابو الورد ما في منه، يعني من عظام الرقبه. شو بدكم تعلموني عليه؟ يعني شو نس يعني انه هو ابن عم جوزي؟ لا كيف الحكي، بس يعني ام سامر انت بتعرفي المشاغل ونحن قصرنا كثير معكم. مو مشكله، يعني انا مقدره ظروفك يعني، بس كان المفروض حدا يسال. هاي ابني الكبير سامر. عين الله عليه، اخذته على اللاحه. اهلين اهلين اهلين. وهي بنتي مرح الصغيره. ما شاء الله. اهلي عمو. الله يديمكم لبعض ويديم ام سامر فوق راسكم. تعيش وتسلم يا رب. بقى هلا بعد اذنك اختي ام سامر، وبعد اذنك انت غزال، بعد اذنك مرح مدي فلاح، وبعد اذن اخي ابو ايمن المحامي انت موصف بالنفوس. وبعد اذنك ابو الولد، اشتبينا يعني واتفقنا ان شاء الله. ايه شو علي تفضلوا. خلص اشتبينا ابو الولد ابو سمي بيكم. تعجب الغرفة يحمل حاله ويمشي. عم تحكي شي عمو غزال؟ سلامة قلبك أبشيني عبسني. حلوة كتير حلوة الغرفة، يعني بصراحة هاي اللي كنت عم بحلم فيها زمان. يا حبيبي كملت شو عمو غزال كأنك عم بتقول شي. عمي ابو فؤاد لا تخليني حطك براسي. ها شو يعني ابو الورد؟ نتكل على الله. اتكلنا على الله يا رب. خلص استبتسينا استبينا شلفوا شلفوا لنتم العقد. تفضل يلا يا رب يلا يلا يلا.